كاين حزب اخر عمل بلاغ اللي هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه كيعرض بيا علاش اللي ما دخلتوش للحكومه. انا باغي نقول بعدا للناس ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، انا ما عندي حتى مشكل معكم، انا كنحترمكم، ورجعوا للتدخلات ديالي كامله، ما عمرني ذكرت الحزب ديالكم بسوء. كاين واحد السؤال خصو يتطرح، هذه ثلاث شهور الباب ديال المشاركه في الحكومه مشرعه امامه، لم يعلن ابدا انه بغى، فجاه جا كيجري باش يدخل. هاد ثلاث شهور كلها شنو حبسك اخويا باش تدخل؟ من الذي منعك؟ الوالد رحمه الله مشى للحج، كان عنده 16 عام، مشى مع شي واحد كبير، وملي كيبغيو يركبوا في الباخره كيبقاو يهبطوا الثمن، كيهبطوا الثمن. هذاك السيد اللي معاه قال له طلع انت وطلع الحوايج، انا غنتسنى يهبط شويه الثمن ونطلع. طلع الوالد رحمه الله وطلع الحوايج، هذاك تيتسنى الثمن يهبط، قال لهم صافي هما يسدوا الباخره. انت مطور بزاف ودرتي معنا اشياء، ما بغيتش نجاوبك دابا، ما غنجاوبكش، راه غير بغيت غير نضحك معك شويه، ما غنجاوبكش دابا، غنجاوبك في الوقت المناسب، ولكن دابا فقد انتهى الكلام حتى تكون الامور واضحه. ملي ان شاء الله الرحمن الرحيم نكون الحكومه نشرح لك. قالوا حزب الاستقلال خاصو يمشي، هو مشى. دابا تيقول لك لا خاص حزب اخر يدخل. طبعا احنا من الاحزاب الاولى اللي تحاورنا معاها، من بعد ما تيسرش في الاول نبقاو في الاغلبيه ديالنا الاصليه، حزب الاستقلال. وحزب الاستقلال تعاطينا معه العهود والمواثيق، وجاءت مطالب باخراجه من الاغلبيه ولم نرى وجها للاستجابه لها، كيف يعقل؟ وكنا في وضع مريح، مع الاسف الشديد وقع ذلك الذي تعلمون، الذي نقل القضيه من مطالب للتخلي على حزب الاستقلال من حزب الى اشكاليه ولات فيها المصالح العليا ديال الوطن في فتره حرجه مهدده. طبعا ما يبكي لنا الا نرحبوا بالمسانده ديال الاخوان ديالنا الاستقلاليين. الاخوان ديال الاستقلال اليوم بهذا الموقف كيردوا للسياسه، كيساهموا باش ترجع للسياسه الروح ديالها. كنا مضطرين نتخذوا قرار والاخوان تفهموا هذا القرار، وانا باقي عاد انا قلت لهم وغادي نعاود نستقبل واحد الوفد منهم باش نعاود نشرحوا ونتذكروا كيفاش يمكن تكون العلاقات في المستقبل.